مهم جدا في الانثروبومتري ان احنا نفكر في ازاي ان احنا نعمل ديريفيشن اوف ميسنج داتا. لو انا فرضا عندي التيبلز اللي عندي والداتابيزز اللي عندي ما هياش كامله، فيها بعض التفاصيل ناقصاني، اجيبها ازاي؟ ففي عندنا كذا طريقه الحقيقه نقدر نستعملهم عشان نجيب الميسنج داتا دي. اول طريقه فيهم اللي هي الريشيو سكيلينج تكنيك، دي بتاسيوم ذات ميني انديفيديوال بودي سايزز، زي السيجمنت لينث مثلا بتاعه الاورجن مثلا فلاني، او في الهاند مثلا الاجزاء المختلفه في الهاند. كل الحاجات دي الحقيقه بتبقى roughly proportional to each other. يعني ايه roughly proportional؟ يعني basic لو انا جبت واحده فيهم اقدر اجيب الثانيه بالتناسب، نسبه وتناسب. اوكي، فمعنى كده ان احنا practically لو احنا مثلا بنتكلم على ان احنا بنقيس قياس معين في الهاند، اوكي، وفرضا دلوقتي انا الهاند دي كانت كبرت شويه، سايز بتاعها كبر شويه، هنلاقي نفس القياس هو بيكبر مع الهاند بنفس الريشيو. فمعنى كده لو انا مش عندي القياس ده انا ممكن اجيبه بالنسبه والتناسب بالشكل البسيط دوت. ده طبعا ممكن يجيب لي بعض الحاجات اللي انا عندي بعض الاورجنز اللي هي يعني عندي يعني في الداتابيز في حاجات موجوده وفي حاجات مش موجوده، فاقدر اجيبها بالنسبه والتناسب من الحاجات اللي موجوده. التكنيك الثاني الحقيقه هو ريجريشن ايكويشن تكنيك. لو فرضا انا عندي دلوقتي الداتا موجوده اوريدي، موجوده في الداتابيز، بس موجوده 5th percentile و50th و95th، اوكي، انا عايز اجيب الفيرست و99th percentiles، عايز اجيب حاجه يعني بيوند الرينج اللي موجود عندي هنا ده. الارقام دي مش موجوده عندي فيها لا 5th ولا لا 1st ولا 99th. اعمل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بستعمل ريجريشن ايكويشن دي وبس، بستعمل لينيارتي اسامبشن، باسيوم ان الداتا بتاعتي دي لينير، وبالتالي بجيب الثلاث ارقام دول او الثلاث نقط دول، بجيب الستريت لاين اللي بيمر بيهم واجيب منهم بعد كده الفيرست وال99th percentile بالاكسترابوليشن، يعني باكسترابوليت بقى بيوند الرينج دوت. طبعا بيبقى فيه ليميتيشنز طبعا على الاسامبشن ده، ما اقدرش استعمله كده هابهازارد يعني، بس عامه يعتبر برضو واحده من التكنيكس اللي احنا ممكن ان احنا نستعمله لما يكون فعلا عايزين رينج اوسع شويه من الرينج اللي موجود عندي في الايه في التيبلز، او لو حتى عايز اجيب داتا جوه. لو انا فرض عايز اجيب ال10th percentile او عايز اجيب ال90th percentile، برضو نفس الكلام ده، برضو هجيبه ازاي؟ برضو ما انا ما عنديش فاليو تجيبه لي. فاللينير او ريجريشن ايكويشن ده او بيجيب لي اللينير ريليشن شيب بتوين البرسنتايلز دي مع الارقام اللي موجوده، فبالتالي اقدر اجيب اي رقم ما هواش موجود في التيبل. اوكي، فدي طبعا بتسهل علينا، بيبقى عندنا ايكويشن كده نقدر نعوض فيها ونجيب البرسنتايل اللي احنا عاوزينه. الابروتش الاخير خالص هو البروبابيلتي ستاتستكس ابروتش. دي فكرة بتاعتها حلوة الحقيقة، بس برضو لازم ان احنا نعملها بشكل علمي عشان يطلع النتيجة مظبوطة، لان احنا لو عملناها بشكل خاطئ طبعا النتيجة بتطلع غلط. الفكرة في الاستاتيستكس هي عندنا حاجة اسمها ديزاين اوف اكسبيرمنتس في الاستاتيستكس، هي تقول لي ازاي ان انا يعني اجيب بوبيوليشن معينة واعمل لها ستاتستكس واطلع منها بوبيوليشن يعني اكبر منها بكتير جدا. يعني مثلا لو انا عايز استيميت ميجرمنت فور انتاير بوبيوليشن فروم داتا جاذرد فروم ا سمول سامبل، يعني مثلا عندي 15 واحد وعايز اجيب منهم مثلا يعني statistics تغطي البوبوليشن كلها او تديني indication population كلها الستاتستكس بتاعتها عامله ازاي، نقدر نعملها بالprobability statistics approach دوت. طبعا محتاجه ان احنا نعملها بشكل مظبوط، ان احنا ناخد نتائج الداتا دي نحللها مظبوط عشان نلاحظ اذا كان في اي مشاكل في الداتا نفسها او في الديستريبيوشن، بحيث ان احنا نقدر نعرف اذا كان البوبوليشن الصغيره اللي عملنا لها ستادي ديت مناسبه ان هي نجنرالايز النتائج بتاعتها على الناس كلها، ولا تعتبر فيها حالات خاصه بحيث ان احنا ما نقدرش نعمل الكلام ده. فالكلام ده مهم جدا طبعا، لان هو بيسهل عليا ان انا لو حتى ما عنديش اي داتا خالص ممكن ابتدي الاكسبيرمنت بتاعتي واعمل سمول سايزد اكسبيرمنت واطلع منها داتا ممكن هي تبقى جنرالايزبل للبوبوليشن كلها.